نساء من فيسبوك ورجال من تويتر. ينفع عنوان كتاب؟ بس انا هخليه عنوان سيلفي النهاردة مع العلاقة التاريخية المحيرة بين الرجل والمرأة او الراجل والست. العلاقة اللي اختزلتها الميمز او الصور الكوميدية اللي على الانترنت اختزلتها لمالك. مفيش مالك، مفيش، ما انت لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك، وغيرها بقى من الافكار المعلبة للعلاقة بين الاتنين. انا بقى وصلت لنظرية جديدة اللي هي الرجالة من تويتر، يعني ما عندهمش اوبشنز كتيرة، اخرهم يقولوا كلمتين في 256 حرف مش هيزيدوا، مش هيكفوا تفاصيل كتير اصلا، لانهم هم نفسهم مشغولين عنها ومش شايفينها، كمان مش مهتمين بشكلهم ولا هيتشافوا ازاي، على عكس الستات تماما اللي من كوكب الفيسبوك وتابعه انستجرام. حيث بقى الكلام الكتير والرغي والصور وتفاصيل التفاصيل وإيش ذكريات وإيش حدث في مثل هذا اليوم ومين عمل لايك لمين وهلما جرى. عالم ضخم واسع وبيكبر كل يوم، على عكس تويتر اللي بيتطور ببطء شديد جدا. غالبا لو ربنا ما كانش خلق ستنا حواء كان زماننا مكتشفين النار من شهرين بس، تخيلوا إخواني الرجال. عشان كده في فرق سرعات رهيب بين أهل تويتر وأهل فيسبوك، وعشان كده برضو الإشاعات والأخبار الغلط انتشرت أكتر على كوكب فيسبوك. أهل تويتر لما غزوهم أهل الفيسبوك اتضايقوا، زي كده الإسكندرانية لما بيتضايقوا من الصيف كل سنة. المهم، ملخص نظريتي مش إن الستات تفضل في الفيسبوك والرجالة تفضل في تويتر إطلاقا، انتوا فهمتوني غلط. ملخص النظرية ان الرجالة تتعامل مع الستات زي ما تويتر بيتعامل مع فيسبوك. لما حضرتك بتربط الحسابين ببعض، تويتر بيعمل ايه؟ بياخد اول كام حرف وبيحط لك لينك، ما تقفلهاش يعني، سيب مساحة دايما للرجوع. اما الستات فلازم يعملوا زي ما فيسبوك بيعمل مع تويتر، مش بيشوفوا اصلا. امال ايه؟ هو ده الكلام، سيبوا الرجالة في الخلا. وبكده يبقى الرجالة من تويتر والستات من فيسبوك.